يا جماعه 20 سنه على مرور، اذا كنا بنتكلم على عبثيات الاعلام ومشاكله وهمومه، هنتكلم على نموذج تاني، نموذج قمه في الانضباط الصحفي، في الالتزام المهني، في الاداء الاخلاقي. كابتن عبد المجيد نعمان عليه رحمه الله، لاعب في النادي الاهلي، اداري، عضو مجلس اداره في النادي الاهلي، رئيس لجنه الحكام، ثم ناقد رياضي لسنوات طويله جدا حتى رحل في 24 ابريل 2002. هنشوف في هذا التقرير بعض من ملامح مشوار الكابتن عبد المجيد نعمان. في 24 ابريل عام 2002 كان موعد رحيل الفارس نعمان في ذات تاريخ ذكرى تأسيس الكيان، تاركا خلفه تاريخا لا يطويه النسيان. هو أستاذ الأخلاق الصحفية ورائد الصحافة الأمينة النقية، المحارب واللاعب والحكم والصحفي. إنه عبد المجيد نعمان، شيخ النقاد الرياضيين، الذي مر على رحيله 20 عاما، تاركا خلفه تاريخا يحكى، وعن تاريخه نحكي. ولد شيخ النقاد الرياضيين عبد المجيد نعمان في 18 ابريل عام 1915 بقرية دلجة بمحافظة المنيا. تقلد العديد من المناصب بالقوات المسلحة، ونال شرف الدفاع عن الوطن في حرب فلسطين عام 1948، كما شارك في حرب 56. وخلال مسيرته العسكرية حصل على العديد من الأوسمة والنياشين، منها نوط الجدارة الذهبي، نيشان النيل من الطبقة الخامسة، وسام الرياضة من الطبقة الأولى، نوط الامتياز من الطبقة الأولى. على المستوى الرياضي، لعب عبد المجيد نعمان بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، ومثل منتخب مصر العسكري، ثم اتجه لمجال التحكيم وأصبح حكما دوليا عام 55، ثم رئيسا لاتحاد الكرة المصري عام 57، ثم عضوا باللجنة الأولمبية المصرية عام 71، ووكيلا لاتحاد الكرة عام 78. على الصعيد الصحفي، شغف نعمان بالصحافة، ولأجلها ترك العمل بالقوات المسلحة ليبدأ رحلته الصحفية بالعمل في جريدة الجمهورية بمؤسسة دار التحرير. وكان له الفضل في إنشاء القسم الرياضي بصحيفة المساء عند بداية ظهورها عام 56، وظل رئيسا للقسم الرياضي بالصحيفة حتى انتقل إلى مؤسسة أخبار اليوم عام 65 ليترأس تحرير الرياضة بها، كما تولى رئاسة تحرير مجلة الأهلي عام 81 وحتى وفاته. وخلال تلك الفترة في المجال الصحفي، تقلد نعمان منصب نائب رئيس اتحاد الصحفيين الرياضيين الأفارقة عام 70، ثم أمين عام اتحاد الصحفيين العرب عام 76، وتخرج على يديه عشرات الصحفيين النابهين. على الصعيد الإنساني، ارتبط عبد المجيد نعمان روحيا بالراحل العظيم صالح سليم، حتى إن قلبه لم يحتمل إشاعة كاذبة بوفاة المايسترو ليفارق على إثرها الحياة. وعلى الجانب الآخر، يتم إخفاء خبر وفاة نعمان عن المايسترو الذي كان يعالج في لندن، ثم يرحل المايسترو بعد نعمان 15 يوما. وهكذا رحل نعمان وهو لا يعلم أن صالحا كان حيا، ورحل صالح وهو لا يعلم أن نعمان قد مات. تاريخ حافل بالنجاح الوطني العسكري النقدي المهني الرياضي في كل مجال عمل فيه، ترك بصمة الاحترام. الاحترام القيمة التي تلخص الأستاذ عبد المجيد نعمان رحمة الله عليه، ولكن أما وأنه قد رحل وترك رصيده الهائل من الاحترام، فقد ترك لنا أيضا من تلامذته النوابغ صديقي العزيز إبراهيم منيسي، الذي سلمه الراية
في مجلة الأهلي واحتضنه وأرضعه حب المهنة وحب الأهلي. كابتن نعمان، ألف رحمة ونور عليه الحياة، أستاذ الأجيال الصحفية، وأعتقد أن الصديق العزيز حامد عز الدين يعني أطلق عليه لفظ أستاذ الأخلاق الصحفية. صحيح. لأنه كابتن نعمان في أخلاقه، في مهنيته، في ضوابطه، في التزامه، في احترامه، لا يعني نموذج يدرس للأجيال. في دقيقة حضرتك وحضرته هتقولوا لنا أي حاجة عجبكوا عايزين تعلقوا عليه في هذه الحلقة، أي فقرة، أي يعني قضية، أي ملمح من ملامح التكريم. لا، هو أهم حاجة اللي احنا قلناه في الأول، اللي هو دايما أما الفريق يكسب فيتواضع أو يخسر فيتماسك. وطبعا يعني الختام بالأستاذ عبد المجيد نعمان، الرمز الرياضي والرمز الصحفي العظيم اللي مبادئه وقيمه بتحكم كثير من الصحافة، واللي نتمنى أن مثل هذه المبادئ تسلم للأجيال التالية وينقلها الأستاذ إبراهيم منيسي إلى الأجيال التالية ثم الأجيال التالية تنقلها. وده هو السياق العام اللي بيحكم سواء الأهلي أو سواء الصحافة الرياضية والرياضة بشكل عام، اللي بتعالج كثير من المشكلات اللي احنا كنا بنتناقش فيها طوال الحلقة. أستاذ جمال، وأنت ابن المؤسسة بقى التي أفنى أستاذ عبد المجيد الله يرحمه، وإحنا صغيرين في أخبار اليوم كان بيفتح لنا مكتبه ونشوف الماتشات المشفرة. كنا بنروح وإبراهيم كان حاضر، يعني كان إنسان عظيم الله يرحمه، طيب وما ينزعجش. إحنا شباب صغار ونتخانق ونصرخ، ما كانش ينزعج من ده غير الصوت. تعيش. آه. جملته الشهيرة الله يرحمه بالابتسامة اللي بتلخص حاجات كتير في جدا. في الأول كنا بنخش خايفين، أستاذ كبير في أخبار اليوم يعني. كان عمال المطابع يجوا بالعفريتة بتاعت الحب، يجوا يتفرجوا. كان حد مرة حب يمنعهم، قال له هتمنعهم هات لهم تلفزيون في المطبعة. صح. هم يجوا يتفرجوا معايا. صح. بس أنا آخر حاجة عاوز أقولها إن أنا بحلم إن الأهلي يبقى عنده مركز بحثي أو سينك تانكس خاص بيه، يتواصل ينقله جديد للإدارة ويقدم اقتراحات. بحلم الأهلي يعمل حاجة كل سنة يربطه بالجماهير اللي برا عضوية النادي، ممكن يعمل مسابقة سنوية يختار مشجع واحد أو اتنين حسب بتاع يبقى عضو النادي. اكتب لنا الاقتراحات دي. اه والله بجد. لا، أنا أتمنى أن الأهلي يبقى طول الوقت. احنا كنا